فين يا وز؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. واليونسكو الهوى وتهجن علينا، اوعى يا هوى تخبر اهالينا. الحقني يا اخوي، مين سيبه حلت بيا؟ محروس، عايز ايه؟ محروس، الحقني يا اخوي، انا اخوك، الحقني يا محروس، يا محروس، الحاني الحاني يا اخويا، يا محروس يا صلاح، الحاني ام صباح، ام صباح وقعت من طولها، الحاني تعال وقعت الحاني وقعت دلوقتي. ايوه يا ساتر، حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يلطف يا حاجه، ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. طلعت عيني الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحده على البق على طول. ايه يا بنتي الخاتم الرجال اللي انت لابسه ده؟ ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابسه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي، الله يرحمه الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي حاجه، خلينا انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك، ده انا شاطر. انا عارفه انك شاطر، وصراحه انا بتلكك، انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي، والله انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده، ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني، هي كانت عيانه؟ لا يا اختي، نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه، وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمها. على فكرة بقى، راشد امبارح كان متسلطن وكان زي الفل، وما كانش فيه أي حاجة مضايقاه. ما حصلش بقى، ده كان بيجارينا في الكلام كده، ده من المحل اللي هنا ما فتحش بقه بكلمة واحدة. ما هو من البيرة اللي شربها، ده ضارب 6 أزايز ويجي 4 5 سجاير بحشيش، في ايه؟ ما كان لازم يجي يدلق وينام في دقيقة. لا ما نامش، ده حيلا نام له ساعة وقام فط جري. لا يا اختي، أنا ما أقدرش أشتغل الشغلانة دي، علي لو عرف ما أعرفش يعمل فيا ايه. ده بعد 7 سنين يا فتون. وبعدين أنت محسساني إن علي ده دكتور ولا مدرس عربي؟ ده سوابق وتاجر مخدرات، وهو لسه مرمي في السجن، ويا رب ما يطلع. انتي مالك يا اختي عماله تتزوقي كده ليه؟ راحه فين؟ انا كده بحب اقعد في البيت وانا حلوه، ليكي فيه؟ تصدقي يا بت، الصلاه دي عجبتني قوي، اصل انا احب حياه الليل دي قوي، خمره ومخدرات، كل الحاجات اللي انا بحبها. ده غير الفلوس اللي بالكون. فلوس يا فتون احسن لك بدل اللي انت فيه، بدل ما انت عماله تتسلفي من ده ومن دي.
عارفه يا اختي، عارفه ان عليا 3150 جنيه ليكي. وبعدين بقى في العبط اللي انت فيه ده، انت هبله هفتون؟ ده انت صاحبتي الوحيده واكتر من اختي. انا اقصد اعملي قرش لنفسك، امني نفسك من الزمن ومن الدنيا اللي احنا عايشين فيها. اعملي فلوسي فتون. لا يا اختي وراشد، انا خاف منه. تخافي منه؟ وده من امتى بقى؟ بقول لك ايه، راشد بتاعك ده لما الرصفة كده تاكل من جتته ويلاقي نفسه مش لاقي حق السيجاره، هو يا حبيبتي اللي هيدور لك الشغل وهيجي يقف في ظهرك، وهيبقى رجليه سابقه رجليكي. فوقي بقى وكفايه. انا هكلم فاضل. هاتي التليفون. يا سلام. لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى واقعدي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبتي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، اقعدي، ده احنا اهل، اقعدي. ما تقعدي تاكلي ما تكسفونش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديك يا زينب، قصة بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي، كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله، قوي قوي يعني. خدي، طب خد كده دوق. خدي بسلام. لا 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 لا، رز وفلفل بقى يهمني قوي. بس طب خد بسلام. خير؟ هاكل، هاكل دلوقتي كل حاجه. ماشي. بقول لك ايه يا بنتي؟ ابقي فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك، علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني، علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمه سيد خليفه. كويس قوي. ابقي اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى، الواحد عقله مش دفتر والله. طبعا. حاضر يا حاج، حاضر. وتاكل وتاكل يا محروس، ما تاكلي يا زينب. امسك يا محروس. تسلم ايدك يا حبيبي. يلا. عارفه بوله الميه اللي بياخدوها للموظفين؟ جبت منها اربعه حطيتهم على المسرح. يا نجم حبيبي، يا نجم ايه الخطوه العزيزه دي؟ شرفنا. ازيك يا فاضل؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ يا رب يخليك. ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يا نجم، اتفضل هناك، اتفضل يا نجم. وادي يا كهربا. ايوه. تعالى يا واد النجم هنا. صباح الفل يا نجم. انت تلوي دراعي يا فتون عشان عارفه ان انا معشفر. لا اسم الله على مقامك، انا اللي مليونيره، سيبني في حالي يا عمنا. عندك حق، انا غلطان، انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين. عايز تسيبني يا راشد؟ عايز تسيبني وانا محتاجه لك؟ هو ده اللي علي وصاك عليه؟ كويس قوي انك لسه فاكره ان في حد اسمه علي. لا فاكر، بس كنا ناكل ونشرب منين؟ ما تنطق. تقومي تطلعي تتهزي وتترقصي وانت عريانه وسط الناس. لما يطلع جوزك اقول له ايه؟ اقول له اشتغلت ورا مراتك صبي علمه من عرق جبيني؟ لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اتطربقت على دماغك ودماغي وما كناش لاقيين ناكل. يمكن ساعتها علي صدقك. انا مش مصدقك يا فتون. انت ما يهمكيش غير نفسك. جوزك اتسجن واختك طفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا، ولا فارق معاكي. جايه هنا عشان الفلوس والخمره والحاجات اللي انت بتحبيها. فتون حبيبتي انت بتعملي ايه هنا؟ يلا يا حبيبتي سيما بره. باي. يلا ايه الهدوم دي؟ هغير بره. يلا رشاد اوعى تمشي، استناني. هيا اخويا اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. يعني اديني عقلك، يعني اديني وقتك واستمتع بيه. يعني اللي حضر العفريت يعرف يصرفه وما تسألنيش هصرفه منين. يعني الصرف لحامل البطاقة، يعني الفنان الليل اسطورة الغناء الشعبي، الرجولة القنبلة الصاروخ. Thank you.
يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. هدي الكسوف اودي وشك منك وفين. ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت مليتش عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده، ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحده من المحله والتانيه من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقه الشخصيه بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعه من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجه صباح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقه جديده خالص لاسمها، وشهاده ميلاد جديده زيها برضه على انك ساقطه قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع، بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجه هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ الضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هويه؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضيه باذن الله. بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحيه البحر. صح، برافو عليك يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلو قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يلا سلام عليكم حاج. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. شكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم يا احسن قوي. ماشي. خلاص السلام عليكم. بس انا خايفه للحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ستي ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه. وانت النقايه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوقوا عمايل ايديا. يا ستي تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمر. هو مرسى ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه، ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى يا ست المرسى ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم قوم يا اخويا، بقينا العصر. قوم قفلنا سجاره كده نصطبح عشان عايزه اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البانه في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا. احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصاله لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال، نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسليه. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها؟ ده احنا طبخينه سوا. عسليه عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس. يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط.
بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصة شوية تفكر. أفكر عشان يحصل إيه يا صلاح؟ البيت مقطوعة من شجرة وقاعدة معايا، إيه اللي هيتغير؟ طب هنسأل مين طيب عشان أعرف أنا حاجة؟ وبعدين بيني وبينك أخويا، أنا ما صدقت إن قلبي مال لواحدة بعد ما رفضت الله يرحمها. بص يا صلاح، أتكلم الحاجة أم صباح خليها تسألها إذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عينيا واللي فيه الخير إن شاء الله ربنا يعملها. تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي، انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه يا ساتر؟ ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غناجه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ بس الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماز، دي رقاصه شاطره لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا عشر بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ متنحرم ليه يعني؟ هو بس الكار ده جديد عليا. انا هخش الحمام. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا، ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا ابن طمنا عليك، فينك؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. المهم حمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى، اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه ده مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزه لك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل. لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين، اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع ومعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسى ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي، بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو أنا عايز أسألك سؤال يا حاج. اسألي يا حبيبتي. هو أنا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا إله إلا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليكي حاجة تانية خالص، وسواء اتجوزتي محروس أو ما اتجوزتهوش أنت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضه بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي، لا إله إلا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليك ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات بجد؟ بجد
بجد ايه يا مجنونه؟ انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ لان سبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وزلت ايه دلوقتي؟ احنا بمصيبه. اخلصي. مصيبه يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. القصة الجديدة فين؟ عايز اقول لها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعا يا سيد الرجالة. بص هي لسه عندها ندى، هتخلصها واجيبها لك على طول رقبتها عدة. رسيني يا روشن، بدل ما انت مجرجرني زي المعزة من الصالة اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر. نفسي اعرف فيه ايه؟ ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح اتنين واخدني على جناح الاوانطه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه. لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل اتنين وجايبه لي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلتلك انت ممطوطة معايا في الاتنين. ليه؟ عايزني اتعدم مكانك؟ بتغفليني يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزة توديني في داهية ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك. أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. آه، لا مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ آه، تلاقيها لما لمحتني في الصالة كتت. لا 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 يا معلم، أنت كده لازم تحكي لي بينك وبين البنت دي. دي أول ما شافت وشك يا أخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. انت شفت معاه واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقه بقتل الواد ده؟ لا. خلاص انا هحاول اروح للبت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوه، وهي هتودينا ليها. لا احنا مالناش دعوه، الحكومه هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوه جامد. في ايه؟ هي يا دوبك خيط الحكومه تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاثنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحه بالنسبه لي ان الواد ده يغول خالص. واستفرد انا بقى مفتون. كده تبقى المصلحه واحده. حلاوه. يا حمام، صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصل لا مش مبلغ 100-150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما عارف. والله مكسر على الكل يا حمام. ماشي ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي. سلام. عم أنسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم أنسي. انت مش راشد مين؟ راشد، انت ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل لي مر. بقول لك ايه يا عم انسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد.
عايز اشتغل والنبي عم منسي. بكرة انا عايزك من نجمة تجيلي اي وقت تصحى فيها تبعدك وتعال. سلام. كده تمام. حسابه 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالى يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت. انا عرفت انه بيتباع عندكم يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصلا انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيك. فهمتي؟ لا انا اصلا ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. سيني سيني. استنى بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الاكل عندكم اهو عايزاكم تخلصوه كله ان شاء الله. الف مبروك. الف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا. الف مبروك. الف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصطفى. عايزين اللي هيلتم البيت يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا محمود. ربنا يهدي سرك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعه. متشكرين. تعالى يا رب كده جوزنا هنا. يلا اسبوعين نجملكم في الافراح. سيبوا العرسان لوحدهم. يلا 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 نجملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بت. ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين. يلا بنت يلا. يلا تخلصي الاكل كله. حاضر حبيبي يا صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض ونخلف يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. أصل أنا أصل أنا مش هينفع أعيش مع واحد مش قريب من ربنا. أنا عايزاك تصلي يا محروس.
ست اصلي عايزاني اصوم اثنين وخميس كمان. عايزك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازه دي. ان شاء الله هيكرم. انت وش الخير. تعالي. وفجأة ظلمت في وش يا عم ونس. يا عم الدنيا ما اتربيتش. روق. أنا بعونك يا رب لو عايز طاقيت لخفة وطيارك بره البلد لا يحصل في ثانية. أنت بتعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه؟ السجاير بتاعتك كبير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو. حبيبي معاك. عندنا في الحريم. خلي البنات تدق الزار علشان أزهار. ليلتك فول يا كبير. صباح. عارف الزحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها كل شيء ضاع. قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، أن الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتاخد عذاب. صح. بقولك إيه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح التوفيق. جرايا يا راشا، ما تفك الحن دماغك شوية. أنت هتقعد معايا في المطرح هنا. وهنا لا حكومة طولك ولا سوسن بدر تشوفك. أو شبراني بقى هروح واجي وبتاع. وشاي بالنعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين امين. ايوه في ايه؟ فين وقت؟ ايوه انا في حضرتك. تشوف البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا ماما ما اعرفش. تعرفيش؟ في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خفي حالي شويه، خفي نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش، بقيت بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحارة وجيت عند غنوة. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمة. أنا لبسك عليا ده دم وأنت واقفة. أنت سامعة؟ سامعة. راشد كان معاك امبارح وخارجين أنتوا الاتنين من الكباريه بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وأنا طردته الساعة 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما أعرف. بس كده بقى نروح الاسم كلنا. وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ تشتغل مع بعض. والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش وحياه ربنا ما عملنا حاجه. بسرعه. طب اغير هدوم يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا ابني انت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شلتكم عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. ارجعي يا ابني انت وياه تسال تفتشوا. حاضر. الله يختم توعيه، تلبوش من حد، العربية على طول. يلا. يا ليلى 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 تكون عايش ليه؟
بستولك وتخون عايشي ليه وانا بيدي طمتولك وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه. اخلص يا. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا كلمتك انا بغني. وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا ربي. لا تغني تاني علي. ما تعالي سالك فاهم علي. علي انت بتعمل ايه؟ اوعى يا جدع انت سيبه الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان والله ما كلمتك. معلش يا اخي الله زميله مزنوق. الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ تعال مدري ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله. هو عمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ ده في ايش؟ لا خير ولا شر؟ لا 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 الله معلش معلش ربنا يطمنك. يا بنت طمنيني عليك ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين. الله اكبر عليه ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. اه انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك بص يا حلو، احنا عايشين معاك لحظه بلحظه متابعينك وعارفين كل حاجه عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرة ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيت في الحارة بعد ما الونش اتقتل. ايوه باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحارة انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف في ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. يا حلوين هتقوله ولا مش هتقوله؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتون، هتقولي راشد فين هروحك من هنا وهنبقى حبايب، هتلفي وتدوري هلبسك قضية قتل الونش، والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ آه والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند غنم أنا كرشته. آه تظهر عليك وهتلكوا كتير. بقولك يا أحمد بيه. أمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ أكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وين؟ لا يا باشا بص انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا وكانت فتون بتسال راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحه والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسليه اخت فتون، وانا والله
ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايز اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. انا قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد هنا؟ هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعد اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ما ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس؟ ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله انا مستوره معايا ومرزق. دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام ام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول لي على اللي يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضه يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجه تانيه. اللي انت عايزاه اعمله. حلو كده. ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه. انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف. بس كان طيب. ما بيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. مش بمل من القعده معاه. متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد. هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين. اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بنده له جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة. بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسة؟ انت قولي لي يا روستي. روستي كده؟ روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسة ده. يبقى محروس. يا سلام، انا عايز اكل دي. عايز كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، محدش حاجة عندنا يا زين. قلامي؟ هي الناس ماشية مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضه الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكلة؟ الناس فاتحة هنا بحر. انت رايحة مرسى ابو العباس. ده خطوتين من هنا، استغفر الله ربي واتوب اليه. هات ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقول لك ايه؟ قول لي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازهر. ماشي يا باشا، بس بقول لك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زهر. ماشي يلا يا جزة. يا ابوي. ايه يا عم؟ دي وحشة. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا اللي هي مين؟ عسل إيه؟ عسل إيه؟ عسل إيه؟ دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزر علشان أزهار. ما تيجي ندق الزر يا وحش. وانت ايه؟
ادينا خرجنا يا فتون. لو كنت مشيت ورا دماغك وحورت على الضابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت؟ خلصت يا اختي عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر المعجون. يا بنت هبله، انت فاكره ان الضابط يعني خلصنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه ان هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راشد. والله العظيم انت بتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما تكون خارجين من كوافير. هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه اختي القرف ده. طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سالني اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت هبله. يزن حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العيشه، انا بصلي ركعتين شكر لله. اصل ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا، ده انا حاسس ان انا دخلت الجنة. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعملهولك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي بعد ما شفتك. انت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. ايه يا محمود؟ يا بنت الكلب اوعي تحلفي. عشان خاطري لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبعك دي يا زينة. يخرب بيتك. ان جسمي كله مكسر، كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها. يا اختي دايما فاساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامنا يحفلوا علينا وانا اترعبت، قلت لا وانا مالي ماليش فيه، رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف, أوف. دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجة، ده يا دوب هم تلات أربع أقلام الظابط اداهم لها احتياطي يعني علشان لو مخبية حاجة تعرفها عن الواد. اختي ايه السادية دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قالت اللي زعلانة وهشتني من على باب القسم، ده هي اللي بلتني بمصيبة. أيوة بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى أكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا أو في بيتهم. طب قومي هزي. نعم؟ وانت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط، قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها؟ روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجة عايزة أقولها لك بقى بصراحة كده. قولي. ده غير إنها جابت لي هنا قتال قطة، لو كانت هتوديني في 60 داهية دي كل اللي حواليها لبش. وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن أهو. وأختها كمان. هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده. انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك،
مش هروح معاه. مش برضه هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني اماره. انت دايما بتصديني كده يا اخويا. خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب؟ دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام، انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ اه، جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها وافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ بص كده برضه هتتعود عليها. بص جوزها لما جاي يسأل عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على الولد التاني، اشيك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو، احسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكال قوي. وانت؟ مفيش. منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه؟ هي واصطفتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه اخبارها صحيح؟ شو سنيفنج ات هوم، ابوها قفشها. ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحة. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحة؟ دي فيها على الاقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري ايه بس؟ انا ما بقتش بعرف اعمل اي حاجه من غير ما اصطبح. اصطبح؟ مش لاقي عليك خالص اصطبح دي. الله يرحم. I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا مو؟ هاي طنط، ازيك عاملة ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انتي عارفاها، مسافرة بيروت وكانت محتاجة فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي، أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضه مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي. ليك تليفون معايا. سلام. ايوه يا باشا اهو قدامي اهو. الو انسي، تشكر يا عم على التوصيه. عيب يا علوه ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانيه واحده. ايه يا كابتن اللي فيه؟ البضاعه كلها ملفوفه وجاهزه، مش فاضل بس الاشاره منك يا كبير. طب روح جهز لي كاس. اوامرك. يا علوة ابن عمك معاك اهو. يا علي ازيك؟ راشد ازاي تعمل فيا كده؟ يا علي ازاي؟ غصب عني علي والله، فرشحت مني وما عرفتش اللي معاه. طب اهدى بس، طب كنت عملت معاه؟
هقول لك يا سيدي كل حاجه. تقول ايه يا راشد؟ تقول ايه؟ سايبني كده؟ طب اهدى بس. طب كنت عملت معاك قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون يا جدع. اهدى وافهم يا جدع. اترازل على مراتك كذا مره وعورته وما ارتجعش، وسلمني هو ابو هناء اعمل ايه؟ البس طرحه يا يعني. الحكومه بتدور عليك دلوقتي يا غول. فتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش على حاجه؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، اعمل ايه؟ ما هي ما بتسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟ اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على عسليه. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لقول يا راشد، فتون. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه. فتون. الله سمع الله. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه. ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يا ابو ده؟ انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلي، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة، ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلي. يا حبيبتي جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيش وتفتكر. الله يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي.
يبدأ تسحر. ومضى عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده. ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ بس كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزيت ده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. نقيل؟ حاصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. مؤسسة بدفع مرتبات في شهري ل100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجالة جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا همسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يدوب حلقة في السلسلة وعايز اشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا ازاي؟ فين واد ضايع؟ يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم ونس؟ هروح اجيب سكر. اقعدي اقعدي، انا بحب اقعد معاكي. اقعدي. غنوه حكيت لي على ليله الواد راشد وليله الاسم. كانت ليله سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمه اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجه. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمة الكباريه يا ماما، هخليكي نجمة الكباريه. انا في الكارده بقالي 30 سنه، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص، اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قلب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي.
تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم. يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجه. ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مره ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربية فين؟ مش عرفونا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في شاي السكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لو اي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج هي، انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. بنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دي واحده حمر لحمه وجيل. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصوله. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه ايه السؤال الغريب ده يا بنتي؟ ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودولت 70 جنيه الباقيين.
ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتحرق. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خد سيبيه ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسلية. عمو النبي، هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت بتداريه شويه. اه يا اختي، دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود، انا مسخره. انت فين يا وزة؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي، ده في اخبار من عيالها. يا محروس الحاج. الحاج يا اخويا. يا محروس في يا صلاح. الحاج ام صباح. ام صباح وقعت من طولها. الحاج الحاج وقعت. الحاني وقعت دلوقتي. ايوه يا ساتر. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب، ربك يلطف. ايه حاجه؟ ربك يلطف، ربك يلطف، الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. أنا شاكك إن الحبل الشوكي يكون اتصاب أثناء الوقعة. يعني إيه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا إيه؟ أنا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس إحنا لازم نعمل لها أشعة رنين على العمود الفقري بالكامل، وما أخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسة جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا. الو فضل. الاسعاف. الحقنا. بقول لك لحضرتك ايه، بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقونا عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص. خلاص. طب خلاص يا ابني، احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه. انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا التلاتة ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس. بسرعه. يلا واحد الا خير. نعم بالله. خير خير. توفي يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا. اللي هي في الدنيا لينا. جهزيها يا بنتي، جهزيها. واحد الا خير. لا 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 صلاح صلاح امسك نفسك. صلاح عادي استقبلنا ان شاء الله. وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟
هو انا كنت سرقت منك سريعه وهربت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعه دي. جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لي حضرك هنا. انت كلمت علي؟ اوه كلمته. وهخليك تكلمي. اطلبي علي يا رشا. اطلب ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكره هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحه بيتي يا خول. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل. اه ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت، وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حته كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح رباح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر زينب بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح. على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده يا جماعه. على مهلك وعليها، على مهلك. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلولة وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت ايه ده ارجوك؟ يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قولي يا رب. وممكن دكتور قوليها في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقوله ولا حاجه؟ اعرف ان المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني ارجوك اهدى. يا دكتور المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، انما مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما انا اسالك انا الخطا، ولكن اسالك انا الوقوف فيه. استغفر الله العظيم. محروس فين كل ده؟ حسيت يا ستي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا اخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوه ولا ايه؟ مش تستني لما نعرف اذا كان ينفع ولا لا؟ ده انا جايب لك عيش توست، ولا انت واخده على البلد ولا ايه اخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد إذن معاليك مزنوقين في مكالمة لأخويا علي. معلش البركة فيه. المشكلة كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانة يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمهم ربنا يوسع عليك. تسلم لي، مع ألف سلامة. مع السلامة. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. كل يا اخويا كل. انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عبط لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين 4 حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي. على اهو.
ايوه يا اخويا، ايوه ايوه تليفون انس، ايوه انا مرات عليه وعايزه اكلمه. شكرها يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي وحشتني، لا بجد وحشتني قوي قوي. كلميني دلوقتي. مفتون اصيله، ده انت اجدع مره في الدنيا دي كلها. والله العظيم وحشت ربنا راشد خطفني، خطفني وداني عند واحد صاحب. انا اللي قلت لراشد يخطفك، عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. انت قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفهمك، انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتكلم من عند انس صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجاله، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. ديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونه. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي طيب، يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا، انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون، في مصلحه هنخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نظيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ ما انت شايفه زهقانه، هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني في ايه؟ انا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تاخذه سنه ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هم أحضر لك شوية صدري ويسر لي شوية أكل وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والحمد لله. الله أكبر ولا إله إلا الله. لا إله لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته، بس ايه، بس لسه بفكر في الحسن، بس هو بيحبني. اه عيني بتقول كده،
انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاها هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا ما صباح هتخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية طالبين فلوس وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها. محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو ان مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ذنبك ايه يا محروس؟ ده قدر ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلت في مستشفيات ودجالين ومتاهات ملهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، ان كان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها يا رب. يا زين يا رب، كله عشان رقصتلك. تشكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر زادك خمسه في عينك، وانت دافع حاجه من جيبك الا قولوا لي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ اه خلصت، هسيبكوا ساعتين زمن اروح اقضي مصلحه واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقه. شقه يا انس؟ شقه يا جدع، افخم شقه فيك يا اسكندريه. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي، ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتلمع ولا حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. اهو يلا بينا على الشقه. هنروح للشقه. وعم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا، يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صح الحاجه خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين عشان بس ما تصحاش من الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي، بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا اخويا، ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ ام صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. انت اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جدال. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. انت عرفتي منين؟ حشرة بينسوه. ولعيني فحمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انت. اتفضلي يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضلي.
ايه اللي كسر يا زينب؟ زينب زينب، ايه اللي حصل يا زينب؟ زينب 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 ايه اللي حصل زينب؟ ما بيني اغمى عليه اولني اولني يا محروس. انت وقعت كده ازاي؟ تعالي معايا على مهلك يا زينب، حاسب الازاز على مهلك. ايه اللي حصل؟ ايه ده؟ ها؟ ايه ده؟ مالك يا زينب؟ سيبني يا محروس. هو لون من اوله بس. مالك؟ انت ليه بتتنفضي كده يا زينب؟ يمكن عشان تخت، عشان ما اكلتش طول اليوم. وما اكلتيش ليه يا زينب؟ معلش يا محروس. ما تاكلي يا زينب. انا كويسه. طيب نروح لدكتور؟ اخرج انت لسه تبرق عيب. ما تولع الست يا زينب، انا مش هسيبك. ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور. اخرج لها. يعني انت كويسه؟ انا كويسه والله، عشان خاطري اخرج.